ايضا هذا اليوم استهدفها الطيران المروحي، البارحه ايضا استهدفها وقبله ايضا خلف مزرعة، ايضا مدينه طفس تم استهدافها بالطيران المروحي، والسهول الواقعه بين طفس وداعل، ايضا بلده الكتيبه القريبه من بلده خربت غزاله ايضا تعرضت للقصف من الطيران المروحي، ايضا كان اليوم هنالك اقتحامات لعديد من البلدات في المحافظه ومنها مدينه ازرع، اقتحمتها قوات نظام بعدد كبير من المدرعات والدبابات، شنت فيها حمله اعتقالات، كان هنالك اطلاق للنار ايضا بشكل عشوائي على المدنيين، وجاسم كذلك الامر، منذ قليل قصف ايضا ما قصفت بلده انخل من اللواء 15 القريب من الوضع سيء في عموم المحافظه، النظام يشن حمله مجنونه على كامل البلدات والقرى في محافظه درعا، في بلده اليدود ايضا بعد ساعات الغياب ايضا تم استهداف رجل وابنه من قبل الحاجز المتواجد على الطريق العام، استشهد الرجل وابنه. نعم، شكرا جزيلا لك قيصر الدرعاوي المتحدث باسم شبكة شام، كنت معنا.